يلا قوم يا خالتي، قوم. هاي طريقة بتوعي فيها جوزك مثل الدب، بوصيني وعيني بدي نام في تهني. قوم حياتي، قوم بلا تنبلي، قوم محددة الأجازة بالفريق. بلا تطريزك على القلب تتركيني بدي نام. شو مبين؟ حسيتك كأنك ناسي. شو ناسي يا عمكرة؟ شو ناسي؟ شوكي هاي انا بدي اقول لي شو بكي بتوعيني على الحزتين؟ شو في حياتي عبكرة؟ شو في؟ بك يا فاز، اذا عم تمزح معي رح مضي لك اياها هالمرة، اوكي؟ عم بمزح معك بخصوص شو؟ بخصوص انك ناسي. لك شو ناسي؟ ما بديك اعرف شو ناسي؟ شو في اليوم ولك يا حياتي؟ شو في؟ عم تسال شو في كمان؟ عم تسال شو في بكل وقيحة؟ مش عارف شو في اليوم؟ تعيس. اليوم في مناسبة بعتيجي كثير عالنا انا وياك. صفر امي فادي. عم بمزح لك يا حياتي. عيد ميلادك حياتي مبارك ما اجاكي. سرجي يا فادي، سرجي تمزح معي بهيك امور وخصوصي بنصف عيد ميلادي. لك يا حياتي عم بمزح معك، انا معقول انسى عيد ميلادك؟ ليش انت بتخليني انسان للاسف؟ ايه بعملها والله. يعني شو بعدك ما تذكرت اليوم شو في؟ في احتمالات. مليون يا ماني اليوم بسائل ذكرى شيء ولو يا حياتي ما من الاول احكي. طيب اليوم بسائب ذكرى جلاء امك على الاراضي اللبنانيه يا فادي. يا حياتي خطينا. طب ذكرى شو يعني، حلوه او بشعه؟ ذكرى حلوه كثير وبتخص معنويات. صعبتيها كثير حياتي، انه ذكرى حلوه كثير وبتخص معنويات يعني ما راح اتذكرها اكيد. من يوم ياباني ازاي ما تتذكر اليوم؟ اليوم ذكرى السنة لزواجنا يا زفي قلبي. لا حياتي ما نسيت، بس ما انت ضيعتيني. ليه؟ لأنه قلتي لي ذكرى حلوة كثير. مني حلوة أنا. مني حلوة مني. بس شو حياتي؟ أنت ما عرفتوا اليوم؟ بس شو من غير شر؟ بدي أجيب هدية لكريم وفادي. بمناسبة شو؟ ذكرى جوازي السنة. معقول سنة؟ كيف الوقت كيف بيمروا؟ لا عم قول معقول فادي قدر ضايع السنة مع كريم. ليه مش معقول؟ كريم بتجنن. مظبوط بتجنن، العمر ما بيجن. شو قولك نجيب له هدية؟ ولا أنا بقول جيبي لفادي دواء أعصاب. ولكريم؟ منوم بلا ما تحكي ثقيل. دخلك ما يأتي اسألك. قولك المجوز بعد سنة من زواجه بيفكر يعمل اللي عمله أول نهار بزواجه؟ أكيد. إيه لك أنا أمي مشي لك. إيه؟ لوين؟ لعند فادي، لأنه أكيد بيكون عم بيفكر ينتحر. يا أمرني الواعد نصت أنا. ما تعطوا معي. ولو يا حياتي صدقت هلا كنت عم مزح معك. معقولي انا انسى احلى ذكرى بحياتنا؟ انت قلت لي انها تنسي. لا حياتي عم مزح معك، حلو هيك حرقتك شوي. عن جد؟ عن جد. ايه يا حياتي. فاذا تفضل شمر عن جنودك يا ساتر وسعدي، بدي اعلق هولكم. لا حياتي انا عندي ذكرى ثانية انت بدك تساعديني فيها. شو رايك نفوت على الاوضه ونحكي شوي عن الثقافه العالميه؟ شو رايك يقدر لي بحب يتغنى يا فادي؟ فادي عيب عيب ولا بصير الليل عيد على الدنيا سعيد الليل لا حياتي هيدا قلبي عم يدق، عقلتي عم يدق. ان شاء الله حظ العافية، يا ريت بيجيني ناس على المكتب قد ما بيجوا على البيت. هاي كريم. هاي مايا. كيفك يا عروس؟ كيفك هي؟ كنت منيح بس يا ريت انتوا تأخرتوا شي 5 دقايق ما كان احسن. شو بلشتوا تحضروا للحفلة؟ اي حفلة؟ الحفلة اللي عزمتها غير كريم عشية. نعم؟ ايه حياتي بس انا ما خبرتها؟ لا ما خبرتيني. ما انا اللي حفل اليوم بمناسبة ذكرى سنة لزواجنا. وين بدك تعملي هاي حفلة بمناسبة ذكرى سنة لزواجنا؟ بالبيت. شو؟ ايه اول شي اوفر وثاني شي رومانسي كافي. بس
وبعدين أقرب أقرب عشو أختي عحبيب القلب. يلا شو بدكن نساعدكم قبل ما نروح مشوارنا أنا ومايا؟ دحين مشوار مايا؟ يلا روحوا روحوا بعدين نرجع. إيه لا لا أخي معلش من أجل مشوارنا أنا بعد الظهر مش هيك جوزو؟ لك العيون جوزو أنت تعالوا نبلش بنفخ البوالين هدي. لا أنا عندي فكرة تانية، شو رأيكم نحن نعلق الزينة وفادي نفخ البوالين؟ ليه؟ لأنه قلوا من وقت ما جينا هو ينفخ على الفاضي.